Show, show, rasé, show, 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 rasé. السلام عليكم. ناشطين؟ فرحانين؟ اليوم غادي ندوزوا احسن حلقه من برنامج رشيد. مشاهدينا، اليوم حاضر معنا واحد الفنان مغربي اللي عنده واحد النبره ديال الصوت خاصه به، كتعرفوه كاملين. تالق برنامج اكس فاكتور وقدر انه يحصد اللقب. اليوم عندنا ليه بزاف ديال الاسئله وايضا انتقادات، وعندنا ليه بزاف ديال الدواصه. عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ استقبلوا معي بحرارة عفوكم محمد الريفي. انا احسن منك. مرحبا بك. محمد الريفي مرحبا بك. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. الله يطول لي عمرك. اش هاد التفركيس هذا؟ الله يبارك فيك، انت راك انيق. ولكن انت ابقص. وانت ازون. وانت ابقص. محمد الريفي، اول سؤال اللي غنسولو لك، وهذا السؤال يمكن اللي كيتبادر في ذهن ايضا المغاربه اللي كيشوفونا، فين غبرتي يا خويا الريفي؟ غبره هي. غبرتي؟ غبره وحده. كاين اللي اعتقد بانك اعتزلتي كاع، لان واحد الوقيته درت بوزا. فين كنتي؟ وكما كان عارفين الناس، كنت في مريض مده عامين، فالحمد لله بسبب المرض غبت هاد العامين. بسبب المرض؟ اشنو كان عندك؟ دابا راك عارف، درت اوبيراسيون عمليه على النصران، المهم جات حاله اكتئاب، وجا بزاف الحوايج الحمد لله. كانت معاناة مع البطن ديالي، الحمد لله على كل حال. كنتي كتقول غنرجع للساحة الفنية في هذاك الظرف اللي عشتيه، فاش كان صعيب يعني، كنتي كتقول مع راسك؟ لا، كنت كنقول صافي مستحيل نرجع، حيت واحد الوقت صافي درت بوز، أنا صافي ما بقيتش باغي نغني بصفة نهائية. دخلتي في اكتئاب شحال تقريبا؟ عام 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 ونص. عام ونص وأنت في اكتئاب. وشنو اللي يقدر يخرجك من هذه الحالة الاكتئاب؟ الحمد لله بزاف الناس اللي تيعاونوني باش نخرج من الاكتئاب، من المدام ديالي، منها الوالده مسكينه هي تتهضر معايا باش زعما تتعاوني باش نخرج من الاكتئاب، ولكن كان صعيب. كان صعيب عليا الحمد لله. صرحتي شي وقيته قلتي بانه راه عندي التوكال، قلتي عندي ماشي صافي، ما تولي تضرك كرش، تتبقى 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 بحال الحمق، ما تعرفش الالم منين جاي. الالم من تقول كرشي تضرني ما عرفتش. مشيتي عند اطباء؟ مشيتي عند ناس؟ مشيت عند اطباء الحمد لله. كان انا سعاده الوزير تكلف وبرا، دائما كرشي تضرني، دائما كان نفس المشكل دائما، ما عرفتش السبب منين. والان شويه دابا الحمد لله شويه الحمد يعني، واخا تيكون عندي حفلات ولا خدمه برا ولا، الحمد لله تنسى اليوم بالليل ولا شويه تحس، بديت نحاول نتعايش مع نعم. مع المرض. ما غاديش نبداو هذه الحلقه بالحزن، اكيد غنبداو بالايجابيه ان شاء الله، باش نخرجوا من حاله الاكتئاب. اكيد غنمشيو للفرح. باش نمشيو للفرح خصنا نسمعوا شي حاجه بصوتك. مرحبا. صوتك تيفرح، اشنو تغني ليا؟ اللي بغيتي. ما تغنيش ليا غير اي دمعة حزني. لا 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 لا. اوكي نديرو مدلل. يلا نديرها. يلا تفيقها سالري. مدلل والله مدلل، وهيدا محبوب مدلل، مدلل والله مدلل، وهيدا محبوب مدلل، وعدى الليل وسهر الليل، ليل
محمد ريفي. ميرسي ميرسي. ما لهتش الجمهور اليوم كله بنات تقريبا. واش هما مدللات ولا لا؟ اكيد مغربيات الله يعطيهم الصحة، ديما مغربيات. بارك الله عليك. لما في هذا الجمهور تقول أنت مدلل، شكون فيهم؟ الجمهور؟ شكون لا شكون فيهم؟ واه كلهم. لا شكون؟ لا كلهم. أمرتو هنا حق السيسي اسمح لي. تصفيقات عليها فاتو. محمد ريفي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. عندك نبرة صوت خاصة بك ويمكن هي اللي خلاتك تميز والناس يعرفوك بها أكثر وأكثر، باش كيشبهوك الناس؟ شكون المغني اللي كيشبهوك بهم بزاف؟ ايوا دائما اللي حس ليا الشرف ان دائما تيشبهوني ب بالصوت ديال جورج واسوف ليا الشرف. ف زعما انا جيت سعيد انني تختار من الاصوات اللي تشبه الصوت ديالو. فانا جيت سعيد. تقدر تقلد ليا جورج واسوف؟ واخا بغيت نقلد ما نعرفش. لا تحاول تحاول بالستيل ديالو بطريقه الغنى ديالو. ممكن اوكي مايك ولا مايك؟ اه ما عرفتش انا نجرب. حاول. اخو صوتي ما نعرف. بيحسدوني لما بضحك وبيقولوني يا بختك يا بختك، ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك، بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا من يشوفوني، يشوفوا شايلي في عيوني لما بغار. برافو عليك. قلدوا مزيان ولا؟ أول مرة. أول مرة. الله عليك. الله. مع أول مرة نقلدوا. ما شاء الله عليك. محمد ريفي، حنا باش نبداو الحلقة ديالنا دائما كنبداو بواحد لو بوخي اللي كنضحكوا فيه شوية مع الضيف. مرحبا. والضيف طبعا اللي كيجي عندنا خاص يكون قشاب تواسع. أكيد. ما يضحك زعما ما عندوش مشكل. مرحبا. هادشي اللي غنشوفوا دابا، نشوفوا واحد لو بوخي على محمد ريفي على طريقة نشوفوا حالا ونرجع. مرحبا. محمد الريفي من مواليد العاصمة الاقتصادية، يمتلك قدرات صوتية ليس لها مثيل. اشتغل في بدايته في مطعم، هناك كان يطبخ صوته على نار هادئة. حينما نضج قليلا وجد نفسه طبقا جاهزا أمام لجنة الإكس فاكتور، ولم يؤثر فيه تعليق كارول سامحة. سامحها الله. أكثر أخذها بطريقة إيجابية، ما بديك تزعل، بيصلح لأفلام الكرتون. A few moments later. محمد الريفي. غابت الرسوم وظل محمد متحركاً يدفع رسوم ضريبة الشهرة. فأخر الأخبار عرفت أنني وكل توكل، ما عرفت شكوني داروا لي. صوته مزيج بين جورج وسوف العبدية ونقار الخشب. ضيفنا اليوم هو المطرب المضرب عن قواعد الغناء، الفنان محمد الريفي. يا سلام. نتمنى يكون عجبك هذا، احنا دائما كنديروه في اطار ديال الكوميديا. الكوميديا زوين الحمد لله. قالوا بانك تبارك الله عليك تالقتي في مسارك الفني وتميزتي. الان بغيت نسولك محمد الريفي، اشنو كتوجد للجمهور ديالك من بعد هذه الغبره هذه؟ ايوا حاليا باذن الله تعالى عندي واحد السفره لندن وموراها سفره لمصر باذن الله. ولكن هادشي مجدو راسك ماشي لا مجدو؟ لا 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 حسب سافر قلت غادي يفوج بوحدو هذا وانتم على حسب على حسب الاغاني ياك. كثر مصر حيت يلاه عيطوا لي باش نمشي ندير شي جوج اوديوات ولا ثلاثه. انا قال لك غاتسافر باش تسجل اغنيه؟ باش نسجل. والحمد لله بعد هاد الثمان شهور كانوا كل حفلات على برا المغرب وانا في المغرب، فالحمد لله بعدها بديت ارجع بشويه بشويه الحمد لله. الحمد لله. في هاد الظرف الصعيب اللي عشتيه، واش حسيتي بانه الشهره عاونتك والنجوميه عاونتك ولا العكس؟
اش نقول لك، هي الشهره زوينه الحمد لله، بس زوينه تعرفوا كاع الناس هنا في المغرب ولا برا المغرب، ولكن كذلك مضره في نفس الوقت. شنو الحاجه اللي ما عجبتك في الشهره واللي نقولوا دراتك في هذه الفتره هذه؟ اش نقول لك، هذا الميدان خاص تكون شويه، خاص تكون شويه قلبك قاصح شويه. قلبك قاصح لانه واحد الوقيته في الظرف اللي كنتي كتعيشو في المرض ديالك، وايضا بزاف الناس تكلموا على هذه الازمه اللي كانت عندك في العائله، وبزاف الناس ولاو كيتكلموا على مشاكلكم الشخصيه والعائليه في السوشيال ميديا. واش هذه المساله اثرت عليك نفسيا؟ واكيد تاثر عليا، اثرت عليا بزاف نفسانيا، لان هادشي ما هادشي تبقى عائلي ما بغيتوش يخرج. فالحمد لله دابا الامور تحسنت، الامور رجعت كيف ما كانت. الناس باش نوضحوا للناس، الناس اللي كيتفرجوا فينا وباش نتكلموا على هذه المساله مره واحده. الناس سمعوا تصريحات ديال الناس من العائله ديالك، من بينهم الام ديالك، بينه كانت واحد القطيعه بيناتكم، من الام ديالك ما كانتش لا الام ديالي راضيه الان. لا دابا الحمد لله الام ديالي راضيه عليا، وتسامحت مع دابا اربع شهور الحمد لله. الام امي الوالده ديالي اصلا هي راضيه عليا. ما عرفتش كيفاش الله يحسن العوان، ولكن الحمد لله دابا امي راضيه عليا، وامي دائما راضيه عليا. يعني انا معروف انا اللي مرضي الوالدين بزاف في الدار، معروف مرضي الوالد ومرضي الوالده بزاف. انا راه تمكي على الام ديالي صباح وليل. نعم، لان حتى في البدايه ديالك فاش كنتي في البرنامج دائما كنتي كتكلم على الام ديالك. وفي ما كنتي في شي تصريح كتقول لهم انا جاي كنشارك على الوالده ديالي، لان كنعرفوا بان انت بحال بزاف ديال الناس يعني جيتي من اسره بسيطه الحمد لله، وكان الهدف ديالك ايضا من بين الاهداف ديالك هو انك تعاون الاسره ديالك الحمد لله. فالان كي داير الوضع باش نطمئنوا الجمهور اللي متبعك؟ لان انا ممكن كان نسولكش على هذا الشيء، ولكن مادام انه خرج للعلن فمن الضروري علي انني نسولك باش يتضح الرؤيه عندك. الحمد لله الامور مع الوالده دابا مزيان، المغاربه كلهم خصهم يعرفوها. الحمد لله تصالحت مع امي وبستراس امي، وقلت لها امي سمحي لي اللي درت شي حاجه، والحمد لله دابا اموري مع امي مزيان، تنشوفها دائما وراضيه عليا الحمد لله. يعني ما بقاش الخلاف ديالي وديال الام ديالي الحمد لله. الحمد لله. الان كتشوفنا هي في دوزام، شنو الرساله اللي توجه لها اليوم من هنا؟ شنو تقول لها؟ هضر معها. نقول الوالده ديالي تنبغيك بزاف وتنموت عليك بزاف امي. انا دائما الام ديالي دائما فيما مشيت هذه دائما من صغري انا الوحيد اللي تنبكي على امي. امي اللي طرات لها شي حاجه تنبغي نحماق. يعني غير تليفون نسمع الوالده تنبقى 24 ساعه والمدام عارفه دائما ذاك الخوف وذاك الخلعه. فالله يطول لي عمرها ويحفظها ويخليها لي ونبوس التراب ديال رجليها، لان امي تكرفسات عليا بزاف وتعذبات عليا بزاف وتعذبات علينا بزاف. فواخا نبغي نعوض ليها ما نقدرش نعوض ليها والو. فمن هذا المنبر تنقول امي سمحي لي بزاف، سمحي لي ونبوس التراب ديال رجليك، التراب ديال رجليك. وكنتمنى من الله دائما تنقول ما عرفناش تنقول انا والام ديالي، تخيل تندعي تنقول يا ربي نتلاقاو في الجنه انا والام ديالي والمدام ديالي يوميا، هذا هو الدعاء ديالي. فاي واحد الله يخلي لي امه وباه وتهلاو في امواتكم وفي بواتكم، اي واحد ما يفرطش في امه. فامي تنقول لك تنموت عليك تراب ديال رجليك. ايضا من الناس اللي وقفوا معاك في المحنه ديالك الام ديالك والزوجه ديالك. شنو تقول اليوم للزوجه ديالك؟ الزوجه ديالي غنقول لها شكرا جزيلا، وتسمح لي حتى هي عدت معايا عامين في المرض، تنقول لها قدام المغاربه كاملين تنقول لها سمح لي بزاف، تعذبات معايا تكرفصات معايا شافت معايا الويل. يعني راك عارف اكتئاب وطريطمو يوميا السبيطارات يوميا هنايا يوميا هنا. فتنقول لها تسمح لي حيت تكرفصات معايا بزاف هاد العامين، تنقول لها هي تسمح لي بزاف بزاف بزاف. ودائما تنقول لها واحد الكلمه تنقول لها قدام الله سمحي لي عذبتك ولا كرفستك في الدنيا. كل نهار تاهي تنقول لها تسمح لي بزاف تسمح لي بزاف، لان تعذبات معايا. وتنقول لها من القلب تنقول سكينه شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا بزاف. غادي نطلب منك الان شنو تهدي
كأغنية الأم ديالك، أغنية ال يعني شي حاجة اللي شنو تبغي تغني لها؟ مي مي كانت عزيزة على عيون القلب، حيت أول أغنية باش دخلت البرنامج كانت تقول لي غني عيون القلب في اللايف. أوكي. محمد ريفي، في هذه الفترة الصعيبة اللي عشتي واللي تكلمنا عليها، كاين الناس اللي قالوا بأن ريفي يعني خفت البريق ديالو، وهذا الشيء اللي تكلم عليه في السوشيال ميديا هو فقط لإثارة الجدل وإثارة البوز وباش يرجع للواجهة، فقالوا بأنه اختار هذا الطريق هذه باش، وهذا الشيء كله ماشي صحيح. أكيد قالوا بأن هذا الشيء كامل قصص مفتعلة لإثارة الجدل. أكيد. شنو الرأي ديالك؟ يعني واش كاين شي واحد اي غيبغي يدير هاد البوز بمرض؟ يعني الله تيشوف انني انا عامين وانا ما تنعش في الالم، واخا يشوفوني الناس انا في وسط حفله تكون فرحان وتنبي الناس انني فرحان، ولكن والله ملي تنجي للدار اقسم بجلاله الله لا دائما الم وما تنعش. علاش نقول لك مرتي عامين ما تتنعش هي بالالم؟ فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، قدر الله وابتلاء من عند الله، خاصني نتقبله، لان الله سبحانه وتعالى قال لك في الابتلاء تخفف عليا الذنوب، فانا راضي بمشيئه الله. نعم. راضي بها الحمد لله. الفنان تكلمت على هذه المساله بان الفنان بعض المرات كيكون عايش ظروف صعيبه بزاف، وكيكون الداخل ديالو ما مزيانش مألم، ولكن دائما خصو يبين واحد الصوره للناس انه مبتسم وضاحك ضروري. فلاي درجه كتاثر على الفنان هذه المساله نفسيا، فانه يحاول يتظاهر بالفرح رغم انه حزين من الداخل؟ بزاف الفنانين كانوا تيداروا انهم فرحانين وهم مساكن من الداخل،
في ألم في وجع الداخل. فأنا منهم يعني دابا حاليا دابا عامين وخنطلع حفلات في ماربيا، في حفلة في برشلونة، في لندن، في أي حفلة تنبين الناس أنني ضاحك. في دبي مؤخرا تتبين الإنسان أنك فرحان ولكن أنت جواك وجع، ولكن هذه الخدمة ما عندي ما ندير، خاصين دائما بين ذاك الابتسامة لحين ما يفرج ربي. كيفاش كتحس الان محمد ريفي من بعد الفتره اللي دوزتيها في البرنامج اكس فاكتور اللي حصلتي فيه على اللقب على المستوى العربي؟ من هذاك الوقت لدابا كتحس بانه يعني النجوميه ديالك زادت ولا قلت؟ لا الحمد لله، والله قسما بالله العلي العظيم. بلا حلف انه والله لم تيق صدقوا عليها فاكم. بالعكس يعني ميت في الشارع وبقي الناس دائما ريفي ريفي، تمشي لمصر دائما ريفي ريفي، في اي بلد تمشي في المغرب هنا الحمد لله. يعني الحمد لله واخا هاد العامين غبت ولكن باقي حب الناس ما تبدلش، فالحمد لله الحمد لله، هذا فضل عند الله سبحانه وتعالى. فدائما تنقول كلمه للناس، دائما دعواتكم لي دائما، اي واحد يشوف ريفي دائما يدعي معاه، ونبغي الخير لاي واحد انا الحمد لله. كاين شي جديد الان؟ عندك اغنيه اللي قريبه تخرج؟ يلا دابا غنمشي لمصر على قبل هذه الاغنيه. شنو سميت الاغنيه؟ وباقي يلا دابا نجلسوا مع الموزع ومع صاحب الكلمات والمنتج. اغنيه مغربيه ولا مصريه؟ باقي ما عرفتش حاليا والله، تنفكر ندير اغنيه مغربيه وتنفكر ندير اغنيه مصريه. الناس كيقولوا بانك شويه مقل في انتاجاتك المغربيه، يعني كيقول الناس علاش ما كديرش اغاني مغربيه دارجه؟ لا مؤخرا كدرت، هذه عامين كدرت اغنيه مغربيه ويلي على اصحابي، ولكن اغلبيه اغانيه كتكون بحكم انني حيت جلست في المشرق بزاف، الاغاني العربيه اللي تطلب لي بزاف. فانا بالعكس انا تيشرفني انني نغني اغنيه مغربي، انا مغربي وفي اي بلاد كانني مغربي، يعني تنموت على البلاد ديالي. ف ان شاء الله اللي جاي يكون مغربي، ومتانا ندخل معهم الساحه المغربيه باذن الله تعالى. ان شاء الله راك داخل ديجا الساحه المغربيه. تبارك الله عليك. الله يسر عليك. شنو تعطيني شي حاجه مغربيه اليوم؟ يلا اوكي نعطيك هوما لولو. هوما لولو؟ اوكي. شوف اوكي الناس اللي كيشوفونا شوفوا الريفي شنو اختار. قلت لي يعطيني مغربي هوما لولو. اش كتقول الاغنيه؟ هوما لولو وتما بكيت انا. سبحان الله باقي انت البكي ودا. لا لا انا جاتك هكا ياك. تبارك الله عليك. محمد الريفي.
هاو مالولو هاو مالولو اخويا هاو مالولو تبارك الله عليك. غادي نشوفوا الان واحد الفيديو. مرحبا. خدمنا لك شويه لي انترفيو ديالك ودرنا ما يسمى بالحوار المقلوب. غادي نخليك تكتشف اشنو درنا فيك اخويا. مرحبا محمد الريفي. ضحكتي شويه انت والجمهور اللي كيشوفنا. يلا نشوف محمد الريفي شنو احساسك اليوم؟ صراحه انا فرحان بزاف. كي كيجيك الصوت ديالك؟ الصوت شويه ضعيف اكيد. شنو الصفه اللي كتميزك على باقي الفنانين؟ متكبر. اها وشنو اخر؟ الغرور. من صوتك ديما ضرب البرد؟ صوتي شرقي. وإلا بغيت نولي بحالك شنو خاصني ندير؟ لازم تكون منافق. غير قول لي كيفاش قدرتي تحقق هذا النجاح كامل؟ جا غير الزهر غير صدفة. أواه متأكد من هذا الشيء؟ أدي واقع. أوه تبغي تعتذر للناس اللي غلطتي في حقهم؟ لا ما نعتذرش. وشنو هو شعارك في الحياة؟ حمد الريفي خالف تعرف. أخويا أخويا صدمتيني أنا يا. أصدمتيني بهاد الإجابات ديالك أخويا. ياك أخويا. وقال لك شنو الصفات ديالك؟ منافق ما يمكنش. لا حاشا حاشا. لا حاشا. يلا نعطيك أخويا بعض الصفات وقول لي واش كاينين فيك ولا ما كاينش فيك. إيه؟ ولكن بصدق. بصدق أكيد. ياك. الصرامة من الصفات ديالك ولا لا؟ صرامة. شوية. شوية. تردد من الصفات ديالك؟ تردد. فيك تردد بزاف. بزاف. تملق. لا. 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 نهائيا. نهائيا. النفاق. نهائيا. الكذب. نهائيا. بعض الأحيان ما كتكذبش بعض المرات؟ شوية ماشي بزاف. شوية. ولكن أنا تنخاف الله في الآخر ترجع. يعني ماشي كذوبة يعني شي حاجة بساط. العصبية. فيا. فيك العصبية. لأي درجة العصبية كتأثر على العلاقات ديالك مع الناس؟ العصبية العصبية من بحب عصبية اللي كان شي واحد أداك تتعصب. أما شي حاجة من أدي حتى شي واحد لا. عصبية. إلا دار فيك شي واحد شي حاجة كتردها ليه؟ لا ماشي كترد عليه تنتعصب. انتقام بالصفات ديالك ولا لا؟ لا لا لا. الخوف؟ آه. من أش كتخاف؟ من الله سبحانه وتعالى ومن من الله من الله سبحانه وتعالى تنخاف منه بزاف من الناس اللي تي فغيمون تيخاف من تيخاف من الله. والآن في حياتك وأنت كتعيش في الميدان الفني شنو الحاجة اللي كتخاف منها؟ تنخاف نموت و فغيمون تنخاف نموت وما نكون داير مع الله والو. دائما هذه الحكمه اللي عندي صباح وليل. تنخاف انني نموت وما داير مع الله والو تنطلب من الله سبحانه وتعالى الحسن الخاتمه دائما. محمد الريفي جاتني واحد المعلومه بغيت نعرف واش صحيحه ولا لا. دائما كنتاكد من الضيوف أوكي. على صحه المعلومه. قالوا لنا بانك ما كتسوقش طوموبيل. ما تنسوقش. ما دوزتيش بيرمي؟ لا. ما عمرك دوزتي بيرمي؟ لا. حيت عندي مع فوبيا. فوبيا مع السوق؟ وشكون اللي كيسوق بك دابا؟ مرة المدام مرة فهمتي؟ مرة الشيفور. وفي الحياة شكون اللي كيسوق أنت ولا المدام؟ في الحياة تنسوقوا بجوج. كتشدوا الفولون بجوج؟ لا ماشي في الطوموبيل. أنا الطوموبيل تنخاف ولا نضرب شي واحد فعندي فوبيا ما. ريفي غادي نوريك واحد الفيديو الآن ديال واحد الجوج كيدوزوا البيرمي ديال بيرميدي الطوموبيل. مرحبا. اوكي. وتنتا جاوب على هذه الاسئله هذه. هما واحد جوج شويه نشوف هذا السكيت شحالا ونعاودو نتلاقاو. السؤال الاول الا كنت غاده في طريق وطنيه والخط متصل في هذه الحاله غدوبلي؟ نعم جواب جوج لا. ديما انا كنضوبل. انا كنضوبل في الكاطريه ونضوبل ما قريت حيت كنضوبل جيت الشاطي وما نضوبلش غنضوبل. السؤال الثاني إلا كنتي غادي في طريق وطنية والسرعة ديالها محدودة في 80 كيلومتر في الساعة وخرج لك كبش في هذه الحالة غتوقف؟ جواب جوج لا. غنوقف وغنديرو في الكوفر عاد نتكمل السير. عرفتي الغنية شحال دايرة؟ أصلا العيد كبير قرب واحد يدبر على راسو. السؤال رقم ثلاثة إلا كنتي وسط المدينة وكان شخص غادي على ممر رجلي في هذه الحالة غتستعمل منبه؟ غتفراني؟ غتكمل السير ديالك؟ هنا على حساب الراجل لا كان شي طول وشي زين وشي عرض نقدر نديرهم بثلاثة ونزيد حتى السويق راه كنتخرفق انا باش كنشوف الزين لا كان شي خايب غير كلاكسونك اويلي. السؤال رقم أربعة إلا وقعت لك حادثة سير في هذه الحالة غتصل بالشرطة؟ جواب رقم واحد. غتصل بوقية المدنية؟ جواب رقم جوج. غادي نعيط واحد نسيبي في المقاطعة ويلك يا طير فهادش نيت نعيط ليه دابا ويلي غيفك ليا المشكل.
المرجو تخليو رسالتكم من بعد الإشارة الصوتية. جواب رقم 3 غنشد وفياش. محمد ريفي، غادي نعطيك الآن أسئلة وخصك تجاوب عليهم في أقل من 5 ديال الثواني. نبداو؟ يلا شوفوا السؤال الأول. إلا قلنا لك تمنى 3 ديال الأمنيات، أشنو غادي تطلب؟ عمرة، حج، حسن الخاتمة. شكون كان أول شخص آمن بالموهبة ديالك؟ الوالدة. شنو هي أهم حاجة كديرها ملي كتكون بوحدك؟ كنطلب الله يسمح لي فقط. شكون هو الشخص اللي كتقول ليه كل أسرارك؟ المدام ديالي، الزوجة. شنو هي الصفة اللي تبغي تبدلها في راسك؟ نبغي نبدل العصبية ديالي. العصبية. أعطيني اسم ديال مغني شاب في الساحة الفنية الآن تبغي تقول ليه برافو. سعد مجرد. محمد الريفي، كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. عندك لي فان ولا ما عندكش لي فان؟ أكيد. بصح كيطلبوا منك تصاور، كيدير معك سيلفيات. الحمد لله، الحمد لله. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. عندنا واحد الفان ديالك اليوم جات. مرحبا. سينيم. عليكم السلام. نسيت. نسيت ماما مسات عند حديزة وقالت لي انزل عندك سوية بين ما زيت. شكون؟ ماما مسات عند حديزة. اها. صاحبتها وقالت لي انزل عندك بين ما زيت، أنا زي صفقوا عليا. أو السادة نسيت. لاباس، شخبارك؟ شنو كاين تما؟ ديك السكنات راك برنامج بنتي، شحال عندك من عام؟ كنت عندي ديك العام حمسة، هاد العام عندي نبعة. كتقراي؟ تنكنا. كتعرفي هذا؟ كنعرفو. اش كيدير؟ محمد النيفي. شنو هي؟ محمد النيفي. لا، شنو سميتو سميتو؟ محمد النيفي. الريفي. نيفي. اجي اجي. اش كيدير؟ كيعني. اش كيدير؟ كيعني. كيغني كيغني. كندونيك. تقلدي ليا؟ ايه. كنعنف. كزني ونقول. كزني باش تخنزني. الاسامي هي هي والقلوب تغيرت. هي ولا ماشي هي؟ هي. زحديت. مرحبا. وقفي سلم عليا. مرحبا. واو كدي قدك. مرحبا. الناس فاش كانوا كيطوانوا ما عاد فين كنت انا وياك. الحمد لله شيخ خلق الله. جلسي. مرحبا. جلسي. بخير؟ الحمد لله. شنو بغيتي تقولي لي اليوم؟ بغيت نقول ليه انا حتي زهنا ما مشاتش للسوايع، بغيت نقول انا ماما في التنفاذة، نمشات عند صاحبتها ونمشات حمزة بالزنابة، ومشات عند صاحبتها نمشات الزيبة. دابا انت واش جايه تقولي لي شي ميساج للفنان ديالنا ولا غير جايه تقولي ميساج لامك وداكشي؟ لا بغيت نقول نيت انا كانت في يدي بحيسيه ونقول ليه كيفاش يدير باش يحيدها. كيفاش يدير؟ انت سكنات هي كنت سكنات بزاف. ناكل الشكلاط بزاف. ناكل الشكلاط بزاف. مرحبا. ناسي دوش هذوك يباتوا هنايا ما كيمشيوش يصيبوا الثمانين. ما تغنيش لينا؟ اش نعني ليكم؟ شي حاجة مع الأوركسترا. واش نتايا علاش داير مستعن؟ علاش داير مستعن نتايا؟ عندك ولادك؟ ديني معاك نلعب معاهم. ديني معاك نبيني. مرحبا. ونايمة ندير المساكين. مرحبا. ونعرف أنك نكود ديال التليفون ديال مامتك. ربيني. أنا كنعرف كنسي ولكن هذوك كنسي ما عارفينيش كنعرف كنسي. بارك الله عليك. تعطيني انت ينضادنك. تبغي يكون عندك شي بنت بحال هذه؟ بنية؟ اه. انت
من الله سبحانه وتعالى تكون عندي شي بنيه يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بحاني بحالك سكنا. شكرا على واجب. عندك فانيد؟ لا ما عنديش. عندي شكلاط. سيري خلينا نكملوا الحلقه عافاك. سيري بدلي صعب اخرى. محمد الريفي. محمد الريفي غنعطيك الان صور وكل صوره غتحاول انك تخرج منها اغنيه. اوكي اوكي ترتاج لينا اغنيه على حسب الصوره اللي غتشوف. نشوفوا الصوره الاولى. هذه الاغنيه هذه باش كتوحي لك الان. الغزاله رايقه. الغزاله رايقه على الكوبلي الاول. الغزاله رايقه من الناس الحلوة السيئة يا سيدي يا جمال ومالو تنكر علي ما تقرب لي يا حبة هادي. نشوفوا التصويرة الثانية. باش كتوحي لك هاد الفوتو هادي؟ العود العظامة ما منوش الفلوس اللي ما عندوش. العظامة ما منوش الفلوس اللي ما عندوش. ايات مالي مال حالي حال. العظامة ما منوش الفلوس اللي ما عندوش. العظامة ما منوش الفلوس اللي ما عندوش. محمد ريفي. يلا شوفوا الصورة اللي من بعد. الفلوس يلا شي حاجة الفلوس. الدنيا دي بتحترم بس اللي عنده فلوس. أما اللي يحتاج لها بتزل فيه ويدوس. أصل الحياة مدرسة ياما خدنا فيها دروس. والدنيا حالة كده والدنيا حالة كده ماشية بالمعكوسة ماشية بالمعكوس. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا. خدينا شمال شوية هاتينا يمين شوية ادينا عايشين يا دنيا. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا. خدينا شمال شوية هاتينا يمين شوية أدينا عايشين يا دنيا. مداوي أنا ومغلب أنا وموري أنا. المر فيك تعبنا يا الله علشان غلبة ما ترحمينا. حرام عليكي. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا. برافو محمد الريفي. غادي نمشي معاك دابا لواحد الفقره سميتها كويز 36. غادي نسولك واحد الاسئله شويه حمقين. مرحبا. وخصك تجاوب عليهم. مرحبا. اوكي اوكي باش نخرجوا من هذا الجو الغناء. غندوزوا للضحك دابا شويه. مرحبا. نشوفوا كويز 36 بعد الفاصل. محمد ريفي غادي نسوق سؤال سهل. اللحم اللحم الى لعب ماتش ضد الخضره شكون غيكون الحكم؟ اللحم
اللحم يلعب ماتش ضد الخضره، شكون غيكون الحكم؟ انا غنزيد نقربك، الحكم هو الكوكوت. علاش الكوكوت هي الحكم؟ علاش الكوكوت هي الحكم؟ حيت كتصفر صاحبي. وزير معايا مرحبا. شكون هو اللاعب المصري لاعب ديال الكره اللي عنده بزاف ديال الاولاد؟ لاعب مصري معروف، شكون هو اللاعب المصري اللي عنده بزاف ديال الاولاد؟ ابراهيم حسن. ما ابو تريكا. ابو تريكا. شنو هي المدينه المغربيه اللي ممنوع تكسيري فيها؟ مدينه مغربيه ممنوع تكسيري فيها؟ تكلخت انا اليوم. لا لا بالعكس، هي افران. افران. شنو هي الحلوه المغربيه اللي ما كيعرفها حتى واحد؟ الحلوه المغربيه ما كيعرفها حتى واحد. غريبه. غريبه، برافو. محمد ريفي لاعب مغربي من مواد البناء. ياجور. ياجور، برافو عليك، تصفيقة عليك. ممثل مغربي اللي ما كيجيش البرد. ما كيجيش البرد. ممثل مغربي اللي تحتاجوا في ايام البرد. عزيز. عزيز الحطاب. عزيز الحطاب. الممثل اللي يقدر يقلب عليك في اي لحظه. سعيد. سعيد باي. سعيد باي. سعيد باي. سعيد باي. علاش الخشب يتيم؟ علاش الخشب يتيم؟ علاش الخشب يتيم؟ علاش الخشب يتيم؟ ما عرفتش. حيت مقطوع من الشجره. سوقوا عليها فيك. محمد ريفي، وصلنا الان للفقره ديال الضيف المفاجأة، فقره الماسك. وغادي نخليك طبعا انت تكتشف شكون حاضر معنا اليوم في الحلقه ديالك. تعرفوا على الضيف؟ مرحبا. يلا. محمد ريفي، الضيف الان كيتواجد مور هذاك الشرجم في نظرك، شكون الضيف اللي جا في الحلقه ديالك اليوم؟ ما عرفتيش. باخي. في راسك شنو كتقول؟ واش من العائله، من الوسط الفني، صديق قديم ديالك؟ ما عرفتش والله. ما عرفتش. ما عرفتيش. المهم انت عندك الحريه انك تواصل معاه وتسول الضيف. واخا. سيبا. يلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ الحمد لله. شكون معايا من العائله ولا شكون؟ لا ماشي من العائله. صاحبي. صاحبك. في كان تعرفه؟ مدينة قديمة. في مدينة قديمة فين؟ مدينة قديمة. ومدينة قديمة كبيرة فين؟ تعرفني في مدينة قديمة؟ هي صغر كبر. مرحلة الشباب. يعني كنتي معايا في شي حفلة مؤخرا؟ لا مؤخرا تلاقينا في مراكش. تلاقينا في مراكش. فين تلاقينا؟ في شي بلاصة؟ واحد الخير. واحد البلاصة في مراكش. بلاصة في مراكش. تقدر تحل لي الباب ولا ما تقدرش رشيد؟ بغيتي نحلو الشرجم؟ نحلو الشرجم. ترى بيناتنا شي مشكل؟ واحد سوء تفاهم وقع بيناتنا. سوء تفاهم في الخدمة؟ إيه. وآخر مرة كنا تلاقينا في مراكش. أنت
تخلي حل الباب ولا ما دير بلا ما تحل الباب. عرفتي شكون؟ بلا ما تحل الباب. علاش الاصل منين؟ الاصل من اسفي. من اسفي صافي بلا ما تحل الباب. علاش هكا ما فيها باس هذا؟ لا بلا ما تحل الباب. المهم هو جا اليوم باش باش يوضح شي حوايج و... لانه لا. وقع سوء بالنسبه ليه هو. لا لا بلا ما تحل الباب. حنا عارفين الخلاف اللي كاين. لا اي حاجه دابا فيها مشاكل خلافات صافي بغيت نستغنى عليها صافي في الغزو الصوصي وباركة صافي. وانت معروف عليك زعما انك الحمد لله انا مسامح وكل شيء باركة ما نعاودش عاوتاني ندخل في سيناريو اخر باركة. خلينا لا لا بلاش حيت اللي حليت انا نخرج عافاك حتى حاجه ما بغيتش. بغيت كل شيء بسلم كل شيء يعيش في سلام وفي امان صافي. ما بقيتش باغي شي حاجه فيها حتى مشكل. ما بغيتش عاوتاني ندخل في متاهات صافي. لا عندك شي رساله ليه اليوم؟ نقول ليه انا تنسامح كل شيء ولكن ولا سامحتي نحلوا الباب. لا لا الله يستر انا مسامحه ولكن لا الله يستر عليك اي حاجه تبقى بعيده صافي. ما بغيتيش يبان؟ لا بلا ما نكشفوا السميه ديالو. لا بلاش واخا تقدر عندك شي كلمه قبل ما هو رفض انه هذا قانون ديال البرنامج الا الضيف ما بغاش الضيف مفاجاه يدخل عنده كنلبيو هذا الطلب. واش عندك شي رساله ليه اليوم؟ انا الرساله اللي كانت عندي اليوم انه يسامحني. مسامح كريم. مسامح كريم ما هو قال لك سامحني وما مسامح كريم غير عفاك يلا ما كاين بس صاف. مسامح كريم والحمد لله الله تسامح انا سامحته صافي ماشي من القلب الله تسامح غير صافي بغيت نعيش في سلام وفي امان ياك يعني. صافي. المهم من بعد الفاصل غادي تقول لنا شكون هذا السيد هذا. مشاهدينا نتلاقاو بعد الفاصل. محمد الريفي صديقي كيف الحال؟ الحمد لله. مرتاح معايا؟ الحمد لله جيت سعيد. كل شيء مزيان؟ والله الحمد لله. ريفي غنعطيك نعرض لك صور ديال بعض الفنانين. اي فنان غادي تشوفو غتحاول تغني مقطع من شي اغنيه ديالو اللي نكون حافظها. زيد مرحبا. اوكي يلا يلا. اول صوره ديال الفنانه اصاله نصري. حافظ شي حاجه ولا ما حافظش؟ اصاله نصري. سامحتك 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 كتير سامحتك سامحتك والقلب الكبير سامحتك 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 كتير سامحتك سامحتك والقلب الكبير. تحية المايسترو شرقاني. يلا نشوفوا الصورة الثانية. أسماء المنور. وعنده الزين عنده الحمام دايره في داره أنا الحب وأنا الغرام جبار. وعنده الزين عنده الحمام دايره في داره أنا الحب وأنا الغرام. قبلوا عليا شوية في الشاب. باغي نعطيك صور ديال الفنانين أوكي. عندك صورة واحدة فيها ثلاثة ديال الفنانين صورة مركبة تحاول في هذيك الصورة تقول لي شحال كاين من فنان تما وشكون هما أوكي. سام. يلا نشوفوا الصورة الأولى. كاينة لتحت إليسا. إليسا الفوق هدى سعد. أيا والوسط تنقول جاسمي. الله يعلم جاسمي. نشوفوا يلا كيري لين بجد الله. هادي واعر فيها. برافو عليك. الصورة الثانية شكون اللي كاين؟ الأولاني الغفولي. غفولي اه. الثانية قلت يمكن دنيا. دنيا باطمة. اه. اه والثالث؟ نيف. الثالثة شكون؟ صعيب عليا الثالثة.
يلا نشوفوا. اوكي جميلة البدوي. يلا شوفوا الصورة الأخرى. زينة الدودية. اه خويا صعيبة شوية. زينة النيف ديال من عرفتي غير زينة الدودية نكتشفوا شكون. زينة الدودية عرفتها. يلا عندك عبد المغيت. اها ثلاثة اعتابوا. اها الوسط. الوسط الوسط هذاك داير لي بات عدلي. لا نشوفوا طاهور. سعيدة شرف. تنقول تحت انا الرفاعي الله اعلم. صافي ما عرفتش الثاني. شكون هذا؟ هذاك سميتو تغني الراب سميتو طوطو. اه طوطو. الوسط شكون؟ لا الوسط ما عرفتش. الفوق يلا نكتشفوهم. باك الله عليك محمد ريفي. محمد ريفي عندك واحد التحدي صعيب في الحلقه ديال اليوم غادي نكتشفوه، ولكن قبل غادي تدوز معنا في الفقره ديال الجوكر. هذا أوكي. فقره صعيبه. اوكي وهادو هما الاسئله ديال الجوكر. مرحبا مستعد؟ مستعد. نشوفوا جوكر مع محمد ريفي بعد الفاصل. محمد ريفي مرحبا بك في جوكر. مرحبا. نبدأ بالسؤال الأول. مرحبا. محمد ريفي وصحيح بأنه شي فترة من الفترات فاش عشتي الاكتئاب فكرتي في الانتحار؟ أو ما فكرش في الانتحار حتى نعرف الانتحار حرام مستحيل. أوكي ندخل للمصحة باش تعالج أوكي، ولكن ننتحر لا نخاف الله سبحانه وتعالى. مع عمر ما كانت عندي فكرة الانتحار. هذه إشاعة. هذه إشاعة أكيد مستحيل، لأن الانتحار صافي يعني كي غتلقى الله سبحانه وتعالى. ما عنديش هذه الفكرة خالص ديال الانتحار، واخا نموت بالوجع ولكن ما نتحرش. الشيء اللي روجوا ليه واحد الوقت في مواقع التواصل لا 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 مستحيل. نشوفوا السؤال اللي بعده. لا ما نجاوبش عليه. ما تجاوبش على السؤال؟ لا. كنقول لك بانه إلا ما جاوبتيش على هذا السؤال ما عندكش مرة أخرى الحق تستعمل الجوكر، يعني الأسئلة اللي جايين كلهم ضروري خصهم تجاوب عليهم. صافي هذا ما جاوبش عليه. هذا ما جاوبش عليه. أوكي. أوكي. ها هو الجوكر. سي بون. يلا نشوفوا السؤال اللي بعده. في الوقت اللي كان الخلاف بينك وبين الام ديالك شنو هي اكثر حاجه كانت كتضرك لداخل في هذه القطيعه هذه؟ حاجه واحده اللي كانت خلعاني هي رضاه الوالدين، هي اللي كنت نخاف منها بزاف. ما يمكنش لي نجي حتى الاخر ما نديش رضاه الوالده. انا ديت رضاه الوالد وما نديش رضاه الام ديالي مستحيل مستحيل.
فهادشي اللي كان تيضرني ليل ونهار وصباح وعشيه. كنت خايف حيت ما ديت رضات الوالده صافي يعني حياتي غدوز جحيم. محمد ريفي، مجموعة من الناس في الوسط الفني كانوا كيتهموك بالغرور خصوصا من بعد حصولك على اللقب في برنامج اكس فاكتور. واش صحيح انك شي وقيته حسيتي بالغرور؟ حاشا لله، كنت بغيت ندير كيان ديالي، بغيت ندير شي حاجة ديالي خاصة. كنت من ذبحت الاكس فاكتور صافي بغيت نمشي كما معروف محمد ريفي، بغيت نمشي نقوي هذاك الشيء اللي عندي. ولكن كانوا شي اشياء وشي تصريحات اللي تصريحات يمكن تصريحات كانوا باقي ما باقي انا جديد في الدومين، ما كانش نضج اكثر، ما كان نضج. دابا حاليا لا، ما يمكنش دير هاد الاخطاء حاليا. دابا الانسان بعقله يعني صافي دخل الدومين وعرف كيفاش غادي الدومين. في الاول انا اللي جات تقولها، دابا لا، دابا ولات اي حاجه محسوبه. وحاشا لله واش نتغروا ولا شي حاجه، غير انا بغيت ندير شي حاجه ديالي، فرد ستيل ديالي. اوكي، رجت شي اخبار بانه في شي وقت من الاوقات اللي كنتي مستقر فيها في مصر، فاش كنتي مستقر في مصر، انه تم توقيفك عن الغناء. واش هادشي صحيح؟ ماشي توقيفي، كانت واحد الحفله ما تخلصوش فيها واحد ثلاث الوراق، كانوا عندي انا جوج والمتعيد الحفله ما خلصش وحده، فما تخلصاتش وجاو النقابه، وانا قبل ما نطلع تخلصت الغرام وتوقفت شي ثلاث حفلات، ولكن خلصت الغرامه حيت قانون في مصر عندهم اللي ما كانوش ثلاث الوراقات تتخلص الغرامه وتتوقف شي ثلاث حفلات. فهادشي اللي كاين. دوز السؤال اللي بعد. نفس محمد ريفي، بصراحة شنو هي أكبر صدمة تعرضتي ليها في حياتك؟ ما نهضرش على الحياة المهنية ولا الفنية، نهضر على حياتك الشخصية. واش اليوم ممكن تقتسم معنا شنو هي الحاجة، أكثر حاجة صدمة عشتيها كإنسان؟ الصدمة كانت هي المشكل ديال العائلة ديالي والخلافات مع الزوجه ديالي، وهذا الشيء اثر فيا بصفه كبيره. من غير المرض اكيد فهمتي قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن زاد كمل عليا المشكل العائلي. كبر الموضوع زعما كان يتحل، فهذا الموضوع دمرني نفسانيا، لان انا ما عرفتش خرج العلن. واحد الوقت خرج العلن، ما كنتش بغيت يخرج، حيت انا ما كنتش متوقع انه يخرج. ف فريمون ضرني نفسانيا ضرني. شكون اللي كان السبب في هذا المشكل هذا؟ ما عرفتش والله العظيم، انا ما يمكنش لي نقول لك شكون كان السبب. المهم ان الزوجه ديالي الحمد لله راضيه عليا وضحات معايا وتكرفصات معايا في السبيطارات وتبهدلات معايا. تنقول لها شكرا جزيلا من هذا المنبر، الله يرحم لها الوالدين. الام ديالي اللي تكرفصات عليا صغري كامل وضربات عليا تماره، وتنقول امي سمحي لي اللي قصرت ولا في شي حاجه في اي حاجه، وانت الام ديالي التراب ديال رجليك تنموت عليك. المهم هذا الشيء مرضني نفسانيا. فواحد الوقت ما بقيتش نفكر، وليت نفكر انا شنو بغيت ندير صافي. واحد الوقت انا يئست، علاش تنفكر كل شويه تنقول مادام بغيت نمشي نعتمر، بغيت نمشي العمره، حيت نفساني بغيت انا نرتاح. والان الحمد لله الامور، لكن انا مع ربي بغيت نمشي نرتاح. يا قلت لمدام باش نمشي للعمره باش نمشي نرتاح شويه. احنا نبغيوك تكون مرتاح الحمد لله، وراهان باش تفرح الجمهور اللي كيبغيك. الله يستر عليك محمد ريفي، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. محمد ريفي معايا اليوم في واحد التحدي زوين. محمد ريفي مساعد للتحدي، مرحبا.
كلشي مزيان؟ كلشي مزيان الله يطول عمرك. انت من الحوايج اللي هضرتي عليهم قبيله قلت لي انا من الصفات ديالي الخوف، كتخاف شويه. ضروري. غنشوفوا دابا واش كتخاف ولا ما كتخافش. ياك. تفضل معايا. مرحبا. صفيقة تالي عفاكم. الله. 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 اه ولكن غنخليوك في المجال ديالك الموسيقى ومع الفرقة الموسيقية وسي شرقاني. عزفوا لنا خمسة ديال المقاطع. خصو يتعرف عليهم وإلا ما تعرفش عليهم غادي يعرف شنو غيوقع من بعد. يلا نسمعوا المقطع الأول. زيد زيد هوا يا هوا هوا يا هوا هوا يا هوا الصوت مشى. وحشاني عيني فين هو الصوت؟ تبارك الله عليك. نسمعوا دابا المقطع الثاني. زيدو زيد لا 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 يا اخي والله ويلي 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 زيد زيد سير تشات 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 دي وحده اخرى سير شنو هو تسمع والو شنو اغنيه ما كايناش شنو شنو اغنيه سير تشات 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 الله 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 ويلي 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 اسير تاتا دوز تاتا ما عرفتيش الاغنيه؟ لا ما عرفتيهاش؟ لا اوكي ما عرفتيهاش ما عرفتيش شنو غيهبط من بعد سير اخويا سير سير تاتا تاتا سير يلا عطيه تاتا يلا كملوا ليا محبوبي 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 صافي يطلع عرف هاي دابا محبوبي زين يلا زين تبارك الله عليكم يلا زيدوا صعبوا معاه زين يا صاحبي زين انا راي جديد ماشي قديم شنو هي الأغنية؟ سير ويا دابا بغيت نخرج هذه هذه أم كلثوم ياك؟ هات عينيك ترى دنيتهم عيني زيد أخويا زيد 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 يلا مشي مقطع آخر يلا شنو هي الأغنية؟ كمل ليا ما كتسمعش كمل ليا رانا باقي اش قول ليا اش من الاغنيه هذه دابا راه بالخلعة ما مركش قول ليا اخويا مراكش مراكش وانا عارف لي انا مع المغربي شويه راك عارف سير سير معايا رشيد يلا خويا راني راه دابا ما غنطلعش شوف انا نعطي اخر تحدي خصو يعطيني شي موال ويغني على هادو حكاستو آه
الحلو ماشي ولا يقمو. هذا هو الحلو. هذا هو الحلو. الحلو ماشي ولا يقمو يبعدني لو قرب منه. ده اللي محدش مالي عينه حسنه جماله حسنه جماله حسنه جماله ساعدينه. لا لا داينا لا لا ساعدينه وهي الفراغان بارك عليك. الحلو ماشي ولا أمه يلا يبعدني توارق منه. ده اللي ما حدش مالي عينه حسنه جمال هيجنني ده هيجنني كل ما أقرب. اوكي بابو بابو محمد الريفي شكرا لك. الله يكبر بك. شكرا لك. وانا كنت فرحان انك كنت معي في الحلقه. وانا جيت سعيد والله. انا عارف بانك انت انسان طيب. الله يطول عمرك. الداخل ديالك زوين. الله يستر عليك. ويمكن بعض الاحيان التصريحات ديالك كتفهم غلط. فكنتمنى كل التوفيق ان شاء الله. يا ربي امين. خرج من اكتئاب. اوكي. كل شيء كيعيش هذه المرحله هذه. الحمد لله الحمد لله. ورجع بقوة إن شاء الله للجمهور ديالك. يا رب. أنا أوكي. شنو تقول للفان والجمهور ديالك؟ للفان بدأ أول حاجة الجمهور تقول لكم شكرا جزيلا. شكرا. بغيت نقول للفان كاملين سمحوا لي بزاف على هذا الغياب. سمحوا لي كاملين. وحاجة وحدة اللي تنطلب منكم دائما دعواتكم ليا. أي واحد يشوف محمد ريفي يدعي معاه من القلب. والله تنقول لكم شكرا جزيلا. انا تنقول للمدام ديالي دائما تنقول لها تنقول لها نهار ربي نموت ولا شي حاجه تنقول لها قولي له ماريفي كان انسان طيب. فوالله انا انسان طيب. بغيت اليوم نساليو الحلقه باغنيه ديال الديفا نجاة عتابو جو نيمار. اش بالك؟ مرحبا. جيب مايك. كالعمار هالوليد هالوليد أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مغر جوني مغر جوني مغر. يلا كمل. يا واخا جوني مغر قلبي اللي بقى كالعمار هالوليد هالوليد انا جيت جوني مار يا واخا جوني
مشيت وانا ما نويت فراقو انا ما نويت فراقو واللي سقى بيا سويش ما قال ليا حلف جنب قلبي سويش ما قال ليا شدو يا الناس عليه انا ما نويت فراقو واللي سقى بيا انا ما نويت فراقو واللي سقى بيا سويش ما قال ليا حلفت جنب قلبي سويش ما قال ليا حلفت جنب قلبي سويش ما قال ليا حلفت جنب قلبي سويش ما قال ليا انا حلفت جنب قلبي